تفاصيل مهمة جدا هنعرفها دلوقتي حالا. معايا على التليفون نجم نادي الزمالك والمدرب العام لنادي الزمالك كابتن مدحت عبد الهادي. يا كابتن مدحت، اهلا وسهلا بيك، تحياتي، مساء الفل. لا مساء الفل. ايه بقى الشياكه ديت والستايل دوت ومش عارف. الله يعزك ويعلم، كسفتني احرجتني. انت بتكلمني من يومين بس ما كنتش متخيل ها، الستايل كده بقى والتمرين باين. لا لا شغل عالي. لا حبيبي شغل ابويا طبعا شغل الجيم باين اهم حاجه. زي الفل. لا زي التراية الفل عندك باينة، الباي تمام. حبيبي. حبيبي يا كابتن مدحت، حبيبي طمني عليك حبيبي. الأول، أخبارك إيه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله طبعا كل الأمور تمام والدنيا تمام أهو. بنقول يا مسهل إن شاء الله ويكون بداية موسم خير بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله موسم خير. خليني أطمن معاك وأطمن جمهور نادي الزمالك، لأن مداخلتك في منتهى الأهمية في هذا التوقيت. انطلاقة المعسكر وليه ابتدينا من أول سبتمبر، ما ابتديناش بدري شوية؟ واشرح للناس المواضيع كلها عاملة إزاي في فرقة الكرة دلوقتي برسائل تكون واضحة ورسائل فيها طمأنينة، إنجاز التعبير، لجمهور الزمالك. والله ابراهيم طبعا انا كله كان بيتكلم اللي احنا بدانا متاخر شويه. احنا طبعا كنا موجودين في البطوله العربيه وكنت يعني بامل ان احنا كنا نوصل للفاينل، وده كان بالنسبه لنا يعني كانت الامور ماشيه بالنسبه لنا كويس، لولا يعني في اخر 3 دقائق في مباراه النصر كانت الدنيا هتفرق معانا خالص. خبر ابيض على ماتش النصر وجمال ماتش النصر ده. رغم ان النصر هو اللي خد البطوله، ايوه يعني عملنا جيم كبير جدا عليه، بس التوفيق ما كملش معانا للاخر. لما رجعنا طبعا كانت اللعيبه بقى لها كتير جدا ما ريحتش، وشغل باستمرار الفتره اللي فاتت حوالي واخدين موسمين ورا بعض شغل. جت الفتره ديت هو الكوتش فضل اللي هو يبقى في فتره راحه مناسبه جدا للعيبه، وكنا عاملين من خلال الفتره ديت في برامج تدريب اللعيبه بتشتغل عليها الفتره الاخيره قبل ما نتجمع بحوالي 4 5 ايام، عشان بنعمل التيست اللي اتعمل اللي هو الفحوصات الطبيه كامله كلها قبل ما نبدا التمرين. عملنا حوالي 3 ايام او 4 ايام، وقبلها كان في معمول برنامج للعيبه شغاله عليه عشان يبقوا جايين جاهزين للتيست دوت. وبعد كده بدانا يوم الجمعه في اول الشهر وشغالين كويس، الستيشن كله شغال كويس، والنهارده دخلنا معسكر وان شاء الله يكون في مباراه وديه باذن الله يوم الخميس ان شاء الله، ونكمل بيت المعسكر لغايه ما نطلع على تنزانيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب خليني اسالك بقى، يعني دلوقتي الظروف ما فيش حد لما وعارفها، دلوقتي احنا ما عندناش قيد، القيد موقوف، واللعيبه دي هي اللي موجوده دلوقتي، والموسم على ما يبدو هيبتدي بالشكل ده. بتفكروا ازاي كجهاز فني؟ الراجل بيفكر ازاي كجهاز فني في فكره طب انا هدعم منين؟ هطلع لعيبه منين؟ هتعامل ازاي مع الموسم الجديد اللي هيبقى صعب وكله عارف ان هو صعب عليكم؟ لا يعني ما احنا برضه نفس الموضوع برضه ابراهيم. قبل ما نطلع البطوله العربيه كان الكوتش كان طالب بحوالي 3 4 صفقات، يعني مش طالب العدد اللي هو الكبير، كان طالب على قد بالظبط في حاجات في كذا بوزيشن وما حصلتش. كنا عاملين الصفقات ديت بندعم للبطوله العربيه ماشي، وما حصلتش وما جاتش الصفقات. جات الاعارات، عودة محمود علاء، عودة اوباما، عودة حمدي علاء، يعني بعض اللعيبه. رغم كده اللي احنا رحنا برضو البطوله من غير محمود علاء، حمدي علاء كان متعور، اوباما جه بعد ما اتبعتت البطاقه وبدا يدخل حصلت عنده شد في الاماميه ما لعبش، ولعبنا بنفس الشيب بنفس الشكل بنفس اللعيبه اللي موجوده اللي احنا فنشنا بيها الموسم، وفنشوا موسم كويس، كانوا بعيد جدا بقوا تالت دوري. هي المجموعه وهي هي الالتزام من المجموعه ديت في بدايه الموسم دلوقتي الفتره احنا ابتدينا بيها، وده امر يعني مش هنقدر نغير منه، يعني وقف الكيد دي مش بتاعتنا احنا، دي حاجات بقى يعني اداريا حاجات قديمه، حاجات كتيره جدا مش عايز افتح فيها طبعا. ايوه بس مش بتاعتنا يعني. الراجل متقبل الموضوع؟ يعني لما حد بتقعد معاه يعني بيقول لك طب احنا هنحلها ازاي، نطلع من الناشئين ولا انا مكتفي بالمجموعه؟ بص يا ابراهيم، بامانه ربنا الراجل اهم حاجه بالنسبه له الراحه للعيبه، الراحه اللعيبه اللي هو يكون اللعيب اللي هو عليه اي مستلزمات خارجيه بالنسبه لاسرته، اللعيب اللي عنده
التزامات كتيره جدا، لازم النادي يوفر له موضوع فلوسه اذا كان قديم او جديد او بدايه الموسم، وده اللي هو الراجل اللي اتفق معاه مع عبد الواحد السيد واللجنه اللي موجوده والناس المسؤوله دلوقتي، ان كل حاجه توفر اللعيبه في ابتداء من الاسبوع دوت ان شاء الله، وان شاء الله تكون الحاجه ديت باذن الله تكون اتنفذت بنسبه كبيره جدا، بنسبه مثلا مش هقول 50%، اكتر من إن شاء 50% الله إن شاء قبل الله ما نطلع تنزانيا. إن شاء الله وده اللي الراجل كان طالبه، ان لازم تكون اللعيبه وهي موجوده في الملعب مرتاحه نفسيا، ما يبقاش عليها ضغوطات، ما عليهاش اي التزامات خارجيه اللي هو بيفكر في حاجات خارجيه بعيد عن الملعب. موضوع الكيد اتفتح النهارده اتفتح بكره، انت دخلت امر طبيعي النهارده. بس انا ابراهيم انا بدي مثلا النهارده، ماشي. النهارده الكيد حتى لو اتفتح النهارده، ما تيجي تفكر تجيب لعيب مش هتلاقي اللعيب السوبر اللي هو يجي يلعب في نادي كبير زي الزمالك ماشي الوقت الحالي. ماشي. يبقى النهارده انت بتتكلم يا ربنا سهل من الفتره الجايه بعد هما الاسبوع. بلغوكم ايه؟ بلغوكم ان ممكن القيد تتحل مشكلته قبل الموسم ويجيبوا لكم صفقات، ولا بلغوكم ان هما دول اللي هنقدر نشتغل عليهم؟ لا هو لغايه دلوقتي ما فيش اي جديد خالص، مفيش اي جديد. انت عارف طبعا الناس الزمالك داخل على الفتره الجايه بالاخص انتخابات. الشهر دوت وشهر اكتوبر ان شاء الله، موضوع المجلس الجديد، انتخابات جماعيه عموميه، يعني داخلين في موضوع واحنا بنحاول نبعد التيم خالص عن الامور ديت. ربنا سهل، اتفك النهارده الكيد، بكره اتحلت، بعد كده اللي احنا نبدا في يناير لو لنا نصيب موجودين اللي احنا نبدا ندعم للتيم انا بتخيل ان على هو حسب هيبقى الفتره يعني الجايه. لو هيبقى في تحرك في موضوع القيد هيبقى في يناير بحسب المعلومه انا اللي بقول عندي، لك هيبقى صعب يعني دلوقتي هو القيد. ده، يعني عشان انا برضه ابراهيم مش مقتنع دلوقتي ان انا هبدا موسم دلوقتي، يعني ما افكر هجيب النهارده لعيب سوبر يلعب نادي الزمالك. الراجل عايز حاجات مواصفات خاصه تبقى صعبه جدا اللي انت تلاقيها في الوقت الحالي، اكيد كله تعاقد خلاص واللي خلص. بالظبط كده. عشان كده بتمنى ان شاء الله الفتره دي زي الوعودات اللي خدها عبد الواحد ومستر بوسوريو بالنسبه للجنه الموجوده والرموز الموجوده اللي ماسكه دلوقتي للاشخاص الموجوده طبعا، يا رب تكون على قد وعدهم ان هو ان اللعيبه تكون مرتاحه وكل الملتزمات اللعيبه الفتره اللي طب فاتت انت ما قلت كانش نقطة، انت قلت نقطة تاثير. مهمة كابتن مدحت دلوقتي، انت دلوقتي تقول الراجل بيفكر اهم حاجة راحة اللعيبة، راحة اللعيبة بالظبط الذهنية عشان يعرفوا ياخدوا تعليمات ويستوعبوا ويبقى عندهم قدرات في الملعب، وقلت انه اهم بالظبط حاجة انه اللعيبة دي مستحقاتها تسدد، هل سددت مستحقات اللاعبين او اجزاء منها حتى كمان بحيث ان احنا نبتدي؟ انا بقول لك يا ابراهيم بنسبه كبيره، بنسبه كبيره جدا اكتر من 50% قبل ما نتحرك على تنزانيا، مباراه تنزانيا هنكون كل حاجه بالنسبه للعيبه متوفره باذن الله ان شاء ان الله. شاء الله باذن الله. طيب كويس كويس، ده خبر كويس. طيب خليني اسالك بقى فيما يتعلق بالاستعداد والجاهزيه على صعيد اللعيبه اللي هي كانت راجعه من الاعارات، يعني اوباما جاهز خلاص، محمود علاء جاهز خلاص دنيته تمام، حمدي علاء ماشي، شبانه عرفت ان خلاص انه شبانه مشي وكان معاه الحاج محمد مصلحي وقال الموضوع، حمدي علاء ماشي ولا قاعد؟ لا يعني بص برضو لغايه الوقت الحالي انا موضوع يعني موضوع شبانه انا لسه سمحت دلوقتي من الحاج محمد مصلحي، طبعا من الشخصيات اللي انا بحبه جدا وبحترمه جدا طبعا. الادريات ديت او الشغل ده بيبقى من خلال عبد الواحد، يعني كان الفتره اللي فاتت كان موضوع شبانه وحمد علاء كانوا رايحين سموحه، وبعدين ما اعرفش ايه اللي حصل، وبعدين كان في النادي المصري وحاجه حصلت النهارده النادي الاتحاد. طبعا بتمنى التوفيق لجميع اللعيبه طبعا، اللي ملوش نصيب مع نادي الزمالك هيبقى له نصيب في حته تانيه. هي الكوره كده يا ابراهيم، النهارده مش موجود هنا، طلعت اعارتي زي اوباما طلع اعاره في السعوديه ورجع النهارده موجود نادي الزمالك، محمود علاء طلع الاتحاد عمل موسم هايل ورجع نادي الزمالك. انا شايف ان الحمد لله يعني عوده اوباما بشكل ايجابي جدا، شباب كويس جدا، حاجه تفرح يعني، ويا رب يستمر بهذا الشكل. محمود علاء نفس الموضوع، انا بتكلم على الاعارات اللي رجعت ديت. عندنا مجموعه ناشئين موجودين معانا حوالي 5 6 ناشئين مميزين جدا، وشفناهم الفتره اللي فاتت في نهايه الموسم وفي البطوله العربيه. انا شايف ان المجموعه اللي موجوده عايزين يعملوا حاجه، ويعملوا حاجه كويسه جدا، واللي يثبت كده في الفينش بالنسبه للموسم اللي فات ابراهيم الشكل كان كان كويس كويس،
وانا كنت بطلع اتكلم كانت الناس انا بتهاجم عايز اسالك في الحته دي، انا عارف ان انت عايز تروح لها وانا هروح لك، هنروح مع بعض في الحته دي. هل الراجل بياخد رايك، بياخد راي الجهاز المعاون، بيقول لكم ايه رايكم نلعب بالطريقه دي؟ هل انتوا كنتوا جنبه في مباراه النصر في الشباب؟ آه لا احنا محتاجين ان احنا نقفل شويه، ان احنا محتاجين نبقى متماسكين اكتر من الناحيه الدفاعيه، فالراجل اخد بكلامكم. هل اصلا في رايح جاي ما بينكم ولا لا هو الراجل انا اللي عايزه بعمله وما بسمعش للناس اللي حواليا؟ لا 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 ابراهيم، لا الراجل بيتكلم معانا وبياخد راينا. وبرضه انت لازم توضح حاجه كويسه جدا ابراهيم، وانا لازم اوضحها لك يعني اتفضل. بعيد عن الاسماء طبعا. اما بيكون في مدير فني، وانا شايف ان ده مدير فني، والمدرسه ديت لسه مدرسه جديده في الكره المصريه وناجحه جدا، وانا كنت من اكتر الناس اللي كنت سبورت في ظهره الفتره اللي فاتت. اول ما جه كان عليه هجوم كبير جدا ان مش هيكمل في نادي الزمالك وطريقته ولعبه، وانا كنت بطلع اقول ان هو عايز يعمل حاجه جديده في الكوره المصريه، طريقه لعبه مختلفه، طريقه لعبه مختلفه في الدوري الانجليزي بالذات. والراجل اثبت بعد شهرين شغل او حوالي شهرين شغل بالظبط، اثبت ان الشكل بدا يبان بقى مميز، بالاخص ان انت رحت البطوله العربيه وتلاعب فرقه كبيره زي النصر بالنجوم، رغم عدم التوفيق في بعض الاوقات بالاخص في مباراه الشباب اللي انت كنت ممكن تبقى متفوق فيها بعيد طبعا عن التحكيم. نفس طريقه هايله اللعيبه استوعبتها، اللعيبه بتعرف تغير النهارده طريقه لعب المدير الفني في الملعب من شكل لشكل من شيب لشيب. انا الحقيقه على عكس ما كان يهيأ في الاعلام او حتى للناس، لعيبه الزمالك، ودي معلومه وحضرتك معايا لو غلط هقول لي غلط، ان لعيبه الزمالك مستمتعه بطريقه لعب الراجل ومبسوطه اصلا معاه، على عكس ما كان يهيأ للناس انه لا ده فلان الفلاني مش مرتاح، ده اللعيب العلاني مش مرتاح. انا فوجئت انه السواد الاعظم من لعيبه نادي الزمالك مبسوطين اصلا ومستمتعين بالشغل بتاع الراجل. لو انا بقول معلومه غلط حضرتك صححها. لا 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 صح يا ابراهيم، وانا برضو قلت لك حاجه مهمه جدا. النهارده اللعيبه بقى عندها الامكانيه من خلال ال 90 دقيقه واحنا شغالين بنعرف نغير طريقه اللعب من داخل الملعب، غير لما انت كنت بتعرف تغير بوزيشن لعيب. أي يعني كنت بتقلب تقول مثلا ان بعرف اغير بوزيشن لعيب، غير طريقه معينه من خلال التيم اللي قدامي. لا اللعيبه النهارده بدات تغير من طريقتها، من الطريقه من اربعه من 4 2 1 3 يعني الطرق، يعني مش عايز اقول حاجه بالظبط، ماشي. انما بيعرفوا يغيروا من خلال الملعب، من خلال طريقه كلامنا من بره ليهم، عشان كده مستمتعين زي ما انت بتقول وبينفذوها كويس جدا. انا شايف من الفتره الجايه بالنسبه لنادي الزمالك ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل التفريغ والتهيئه بالنسبه للعيبه وكل الضغوطات اللي كانوا عليها الفتره اللي فاتت بالنسبه الماده بالذات يا ابراهيم. يعني انا برضه عشان اكون واضح اكتر، ان الفتره الجايه باذن الله اكون متوفر كل حاجه. ودوت طبعا انا بشكر من خلالك طبعا، بشكر عبد الواحد السيد طبعا لاني شغال باجراء بموت نفسه، كبير جدا. وحيد بموت نفسه في صراحه انا عارف صراحه بامانه ربنا راجل هتجنن يا عيني، شغال انا عارف والله هتجنن. بايجابيه وناس مساعدينه، في ناس زمالك مساعدينه، مش عايز يعني انسى حد، مش عايز انسى اي حد بيتعب اللي هو نادي الزمالك يرجع تاني على رجليه. وانا بقول لك يا ابراهيم من خلالك دلوقتي وباذن الله الفتره الجايه بالنسبه لتيم نادي الزمالك هيبقى شكل مختلف خالص باذن الله. أسري متحمل ضغوط حسبما علمت لا يستطيع أن يتحملها مدرب أجنبي، حاجات ليها علاقة بحجوزات الأوتيلات، حاجات ليها علاقة بمستوى الأوتيلات، حاجات سابقة أنا مش عايز أفتح فيها بس أنا عارفها كويس وحضرتك عارف التفاصيل بتاعتها. هذا الرجل إلى حد كبير تحمل كتير يا كابتن مدحت. بص يا هيما انا ضحكت أنت ها؟ لا بص انا اقول لك بمنتهى، انا يعني اللي ما يعرفش الراجل دوت او اللي يقعد معاه، وانت ممكن في يوم من الايام نتقابل كده وتقعد معاه وتتكلم معاه زي المصريين بالظبط، شبه المصريين. انا قلت كده والله انا ما جيت في هوش مره خواجه يعني، ده مش الخواجه يعني. انا جيت في مره والله ابراهيم قلت له معلش انا اقول لك حاجه، هو بيحب يتكلم معايا جدا، هو بيحب الاستاف كامل، يعني بيحب الاستاف كله، وسمعت انه قال ما حدش يقرب من ما الاستاف حدش بتاعي وما يقرب من حدش يجي الجهاز ناحيته. معاهم كله صراحه. انا قلت له اي واحد موجود في مكانك اذا كان مصري او اجنبي في كل الظروف اللي عدت الفتره اللي فاتت في خلال 4 شهور كان مشي من زمان. استغرب، ده استغرب. بقول له كده،
الا من تحت. انا اول مره اقابل كل الضغوطات ديت او كل المشاكل ديت في حياتي، بس انا عايز اعمل حاجه في مصر ونادي الزمالك، ويبقى شكل نادي الزمالك حاجه مختلفه والناس تتكلم عليها الفتره الجايه. الراجل لسه بيجري ورا شغفه، يعني لسه بيجري يعني ورا الشغف بتاعه. خلي بالك يا ابراهيم، انت بتتكلم على واحد يعني اللي انا اعرفه دي الفني منتخب المكسيك كسب المانيا، لا ده يعني لا ابراهيم، حاجه مختلفه. يعني انا دي سابع مدرسه، دي سابع او سادس مدرسه اتعامل معاها من خلال نادي الزمالك اجانب، تمام؟ انما حاجه مختلفه. يعني عامل كتابين، لا طرق لعب مختلفه. انا بتمتع لما بكون قاعد انا والجهاز كله، احمد مجدي، عبد المنصف، لوكا، عشان ما انساش حد، واحنا قاعدين معاه بنتكلم. ما فيش مره ابراهيم بنخلص تمرين بنروح، يعني بنخلص تمرين بنقعد بساعتين ثلاثه نقعد نتكلم حلو ده. كوره معاه، وبيقعد يفتح لنا حاجات كتيره جدا. عشان كده انا المره دي انا مستمتع بالشغل في نادي الزمالك مع الراجل ده. عشان كده بتمنى ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله، التعب اللي اللعيبه يعني الفتره اللي فاتت تعبوه من خلال الاربع شهور مع مستر اوسوريو، والفتره الجايه يا رب ان شاء الله تبقى ايجابيه بالنسبه لتيم نادي الزمالك، لان اللعيب حبه كده زي ما انت قلت. اللعيبه مستمتعه في الملعب بالطرق اللعب اللي هم شغالين بيها رغم الهجوم اللي كان عليهم الفتره اللي فاتت، انما الفتره الجايه باذن الله يبقى الشكل احسن بكتير، وتيم نادي الزمالك يبقى مختلف. آخر سؤال، هل الزمالك قادر على الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم ولا لا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. عايز تضيف عليها حاجة بعد إن شاء الله ولا إن شاء الله لا ونقطة؟ يعني نادي الزمالك خد 2 دوري ورا بعض يا إبراهيم ب 17 لعيب. 17 لعيب. أيوه. من ضمنهم ناشئين. صح كده؟ مظبوط. وخد كاس. صح كده؟ مظبوط. تمام. أنا بقول لك رغم إيقاف القيد عندنا، وهي مجموعه اللعيبه اللي موجوده من السنه اللي فاتت، ورغم المشاكل اللي حصلت الفتره اللي فاتت كلها، انما تيم نادي الزمالك تيم كبير ولاعيبه مميزه ولاعيبه عندها قدرات تعمل كل حاجه في الكوره، تمام؟ مش عايز ادخل في جزئيه مهمه جدا يا ابراهيم. انا بالنسبه لي مدحت ما بحبش، يعني مش عايز اتكلم فيها كتير. انا لما اكون عندي احسن لعيب في مصر 30 ورا بعض زيزو هداف ومش واخد حقه كامل، دي مشكله. دي مشكله. صحيح. عشان كده بتكلم تيم نادي الزمالك الفتره اللي فاتت او بالاخص الموسم اللي فات كان مظلوم في جميع الاتجاهات. في جميع الاتجاهات اللعيبه كانت يعني عليها ضغوطات كتيره جدا، رغم كده ان هم قدروا يقفوا على رجليهم اخر 4 شهور ساعه ما احنا جينا وسيروبي كلمت مع زيزو مع كابتن مدحت في فكرة بقائه من عدمه. والله انا اتكلمت مع زيزو، وزيزو كان موضح وطلع يتكلم قال انا الاولويه كلها لنادي الزمالك، ولو انا الكلام دلوقتي على ان هو ياخد مستحقاته ويقعد، بس بص انا ما بدخلش في الحته الاداريه دي. الحته دي ما بحبش، بس انا يعني زيزو قريب مني جدا، في الطاقه قريب مني جدا، شيء زي ما انت عارف طبعا. ايوه. لما زيزو الراجل وضح وطلع يتكلم قال انا باقي مع نادي الزمالك، انا موجود، انا في عقد، انا لو همشي من نادي الزمالك ان نادي الزمالك لازم يكون مستفاد مني، ولازم يكون راضي ان انا لو انا هسافر احترف اي حته وانا همشي لازم يكون نادي الزمالك موافق على كل حاجه. ولازم فتوح يكون الحاجه مهيئه لنادي الزمالك حاجه محترمه. فتوح امكانيه بقائه والتجديد ليه شايفها ازاي من وجهه نظرك؟ لا ان شاء الله فتوح موجود ان شاء الله باذن الله. كابتن مدحت انا بشكرك شكرا جزيلا على المداخله حبيبي وما فيها من تفاصيل ورسائل حلوه لجمهور الزمالك، وتطمينيه وصريحه في نفس الوقت، يعني كلها حاجات واضحه. متشكر ليك طبعا يا ابراهيم، وانا انا انا ما بحبش، انت عارف ما بحبش اعمل مداخلات خالص، بس طبعا انا كنت واضح معاك طبعا، انا عارف، وواضح بايجابيه جدا، وانا بطمن جماهير نادي الزمالك ان الفتره الجايه تيم نادي الزمالك هيبقى شكل تاني خالص. ده مش من خلال كلام انا بقوله، لا من خلال شغل وفعل بالنسبه للاعيبه وللجهاز الفني. شغلنا في الملعب باذن الله الفتره الجايه هيظهر بايجابيه باذن الله ان شاء الله. ربنا يكرم ويوفق ان شاء الله باذن الله كابتن مدحت، ان شاء الله ربنا يخليك. كامل تمنياتي بالتوفيق لحضرتك على المستوى الشخصي وكمان نادي الزمالك. بشكرك شكرا حبيبي. جزيلا حبيبي شكرا كابتن شكرا. مدحت عبد الهادي نجم نادي الزمالك والمدرب العام لنادي الزمالك، والرسائل الواضحه والمداخله في منتهى الاهميه بعناوينها بتفاصيلها. فاصل بعد الفاصل، متواصلين لسه مع حضراتكم في